صباح الخير يا متابعين فتح الفان الصباح لشركة وينز بروكر. هيدا مالكم كريم مجدي، اليوم 16 يونيو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. استقر الدولار الأمريكي قرب ذروة شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين يحاول المستثمرون التيقن مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد القفزة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. امبارح كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة تستحق طبعا المتابعة. من بريطانيا كان عندنا معدل الدخل متضمن العلاوات الشهر لشهر ابريل اللي جاب نتيجة افضل من المتوقع 5.6%. ايضا من الولايات المتحدة الامريكية كان عندنا البيان الاهم وهو الخاص بالتضخم، مؤشر اسعار المنتجين الشهر لشهر مايو اللي جاب نتيجة افضل من المتوقع 8%، وكان متوقع بيه 6%. النهارده ايضا في انتظار طبعا يوم هام من البيانات، اكيد اكيد هيكون اهمهم هو قرار الفايده الصادر على البنك الفيدرالي الامريكي المتوقع ليه تثبيت، ولكن محضر وتقرير لجنه السوق المفتوح الفيدرالي هتكون هي الاهم، لان هيبين مدى هيكون في تاثير او يعني تغيير للسياسه النقديه الامريكيه خلال الفتره القادمه ولا لا. دي كانت من البيانات ومن الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما حضرتك شايفين طبعا الاداء الايجابي للدولار الامريكي مقابل الجنيه البريطاني، ولكن في نهايه اليوم قام ببعض الحركات التصحيحيه. وطبعا خلال العشر دقائق اللي فاتوا شفنا ارتفاع للجنيه البريطاني سريع، وده راجع اكيد عشان بين مؤشر اسعار المستهلكين اللي جاب نتيجه افضل متوقع اللي ظهر خلال العشر دقائق الماضيين. دي كانت طبعا الشكل من ناحيه الاخبار، ولذلك شفنا الشارت تغيرات عليه وبدات تظهر عليه مؤشرات ايجابيه على الاي ام اي على الفلات ترند، ويبقى السار والستوكستيك مدين اشارات سلبيه، وطبعا تقاطع متوسط سعر اسفل ولكن رجع قبليهم. الوضع اللي احنا فيه طبعا وضع محير شويه، صعب ان احنا نشتغل عليه لان ارتفاع مؤقت بناء على الخبر، ولذلك لو لغينا اخر شمعه فيها ارتفاع هنلاقي ان الوضع كان سلبي خاصه ثباته اسفل 41.40. لذلك نتوقع استمرار الاداء السلبي بعد الانتهاء من الحركه الايجابيه نتيجه الخبر دي، وده يتحقق بكسر ال 40 82 عشان يروح لل 40 38 وراها ال 40 3، او في حاله نجاح واستمراره الاعلى هيكسر ال 41 84 عشان يروح لل 42 31 واخر نقطه عند ال 42 85. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.